لن نقف أبدا أبدا. من يحقرك ويقهرون منك رسول الله لن نقف أبدا لا نرتضي أبدا. من يحقرك ويقهرون منك رسول الله لبيك رسول الله لبيك واحشرنا مع النبي الهادي عليه صلى الله. يا رب ارجعنا للجنة واحشرنا مع النبي الهادي عليه صلى الله. عزيزي المواطن. عزيزتي المواطن. للحد من الإصابة بفيروس كورونا احرص على القيام بالتالي: تغطية الفم والأنف بالإيد في حالة السعال أو العطس أو بفمه بمطبق الذراع. تجنب المخالطة اللصيقة مع أي شخص مصاب بمرض زلة البرد أو الإنفلونزا. فهي المنتجات الحيوانية والطيور والبيئة الجيدة. تجنب التعامل مع الحيوانات البرية أو حيوانات المزرعة الحية دون استخدام وسائل الوقاية الشخصية. تجنب تناول لحوم الحيوانات الناتجة جراء المرض. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. إذاعة صنعاء البرنامج العام صوت الشعب. وطن يسمعنا.